الله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. برك بالأبوين امتثال لأمر ربك وطاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم، ومن بر بأبويه فليبشر بالخير العظيم من رب العالمين، لأنه نفذ أمر الله، والمنفذون لأوامر الله لهم الجزاء العظيم. فإن الله جل وعلا أمر بالوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. كل هذه الآيات تدل على وجوب الوالدين، ومن أدى الواجب وبر بأبويه فهو على خير عظيم وفضل كبير. النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل الجهاد، قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما جهادا في سبيل الله، بل برهما أفضل من جهاد التطوع. فلهذا بر الوالدين أجره عظيم في الدنيا والآخرة، فيه موافق أمر الله والاستجابة لأمر الله، وفيه أيضا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا الفضل العظيم بأن يجعل الله عاقبة ولدك البر بك والإحسان إليك ولين قلبك وبركة في رزقك ونسأة في أجلك. من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل ذا رحمه، وأي رحم أعظم وأفضل من الأبوين؟ فبرهما إحسان وخير، وعقوقهما لآمة وحماقة وقلة وفاء. نسأل الله السلامة والعافية.